المزيد حول فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية تطلعنا عليه مراسلة التلفزيون المصري إلى هناك جرمين إبراهيم. بعد التحية نتابع معكم من داخل مركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقية وأيضا الاجتماع الخاص باليوم الوطني لمصر والذي يعقد على هامش هذا المعرض بمشاركة واسعة من عدد من ممثلي الهيئات والجهات الاقتصادية المحلية والعالمية لتناول آفاق العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين مصر ومختلف الدول الأفريقية. إذا تحدثنا بشكل عام عن هذا المعرض وهو معرض التجارة البينية الأفريقية والذي تستضيف مصر في دورته الثالثة ويستمر حتى 15 من الشهر الجاري بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية من مختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية بهدف تحقيق التكامل بين مصر والدول الأفريقية من خلال تبادل المنتجات المتميزة بمختلف القطاعات الصناعية. اليوم كان الافتتاح الرسمي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي أكد في افتتاحه اليوم عن ضرورة تدعيم التجارة البينية بين الدول الأفريقية للاستفادة من القدرات الاقتصادية والموارد الطبيعية الهائلة للدول الأفريقية. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.